السلام عليكم. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا علبة أكبر من الطاولة تبارك الرحمن، فيها عملة وزنها 1 كيلو للمملكة البريطانية. نشوف مع بعض تفاصيل العملة ثم العملة، نأخركم شوي ما يخالف. قطعة جدا رهيبة، القطعة من نزلت بالسوق انتهت بنفس اليوم بالضبط، يعني اليوم نزلت هو نفس اليوم اللي خلصت فيه. قطعة نادرة جدا، يعني نزلت وخلصت ما شاء الله من كثر جمالها. هنا عندنا شجرة عائلة الحاكمة، راح نشوفها بنهاية الفيديو، راح نشوف العملة قبل لأن أبي أسرع شوي الفيديو. هنا عندنا الشهادة وتفاصيل العملة في دفترين وتفاصيل حياة حضرة جات الملكة إليزابيث. نشوف تفاصيل على السريع. يا سلام، الملكة إليزابيث من 1926 إلى 2022، وهي تاريخ ميلاد الملكة إلى تاريخ وفاتها، و 2022. راح نشوف هذه التفاصيل كلها بعد العملة إن شاء الله في الدفتر الثاني هني للشهادة العادية. هذه تعطي تفاصيل العملة والشهادة اللي داخل تفاصيل العملة أدق. الحين هنشوف العملة. ladies and gentlemen، ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء خرافي من وراء وقدام. هذه شهادة العملة، وجه العملة 5000 فرنس، الوزن 1000 جرام هو 1 كيلو، 3 تسعات من الفضة النقية، بروف كوالتي 500 قطعة فقط حول العالم، عدد السك 500، بريسس وودن بوكس كابسول اند سيرتيفيكت. حصلت رقم 205 من 500، ما شاء الله رقم حلو. الحين نشوف العملة وتفاصيلها، طبعا ما تنشال. طبعا هذه العلبة شيء خطير تبارك الرحمن. من الخلف حضرة جلالة الملكة إليزابيث، ريبابليك اوف كاميرون، من دولة الكاميرون، 5000 فرنس، طبعا مثل ما نشوف الزخرفة، 2022. قطعة خرافية جدا، ومن الأمام شعر المملكة البريطانية 1926 إلى 2022، من تاريخ الولادة إلى تاريخ الوفاة لحضرة جلالة الملكة. طبعا من هني الملكة من يوم كانت صغيرة استلمت العهد إلى، طبعا هالإيفيجي من العملات أول ما مسكت هني تمسك العملة بهذا الشكل، إلى وفاتها كانت بهذا الشكل في دولة كاميرون. نبتدي من هذا الشخص. دقيقة بس عشان أتأكد من هذا. أوكي، طبعا هذه أول واحدة تحت الملكة، كوين آني، هاوس أوف ستاروت، حكمت من عام 1707 إلى عام 1714، فترة حكم قصيرة. تحتها الملك جورج الأول، هاوس أوف هانفر، من 1714 هو هذا أبو خشم إلى 1727. اللي تحتها الملك جورج الثاني، لا هذا هذه الملكة وهذا جورج الأول، هذا جورج الثاني، حكم من 1727 إلى 1760. تحت جورج الثالث، هذا البطة عاد أنا أذكر هذا، حكم من 1760 إلى 1820. وتحت الملك ويلم، حكم من 1830 إلى 1837. الحين الصوب الثاني، طبعا حضرة جلالة الملكة اللي يمها على طول، لا بايدين من تحت، خلينا نبتدي من تحت ونبتدي من فوق، نبتدي من فوق احسن. من الملكة بعدين يمها ابوها كينج ادوارد، هاف اوف وينستر، 1936 الى 1952. يمها عمها كينج ادوارد، 1909 الى 1910. اللي فوق اللي تحتهم ملك ادوارد
رجاء خربطت انا. اوكي هذا اي كينج ادوارد. اوكي هذا ادوارد السابع ما ادري كم، هذا ادوارد اللي قبله اللي هو يده كينج ادوارد اللي هو ولد الملكه فيكتوريا، هاوس اوف هانفر 1909 الى 1910، واخر واحد بعد الملكه فيكتوريا حضره جلاله الملكه فيكتوريا والملكه اليزابيث. طبعا الملكه فيكتوريا هي الملكه الوحيده اللي تم تسميتها بالملكه الامبراطوريه، يعني ملكه الامبراطوريه، يعني تحتها كلها امبراطور الهند، امبراطور افريقيا، يعني ملكه الامبراطوريين، يعني لقب يخرع من الاخر. وطبعا الوحيده اللي تم تسميه عصر كامل باسمها العصر الفيكتوري. وهذا اخر واحد كينج ويلم. اتمنى ان هذه التفاصيل عجبتكم. العمله ما شاء الله معزخرفه، والتاج نشوفه هنا، هذا التاج سنت ادوارد. قطعه جميله جدا، اتمنى تعطون لايك وتعليق، وشكرا لكم.